السلام عليكم. إذا وبعد الضجة اللي أثارها الجزائريون أو الصحافة الجزائرية حول مقابلة ديال المغرب ضد المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة لمدة أسبوع وهما كيتوعدوا في المنتخب المغربي، قالوا أنهم طاحوا مع المنتخب المغربي، هو منتخب ضعيف في المتناول ديالهم. أكثر من أسبوع وهما مصدعين لنا راسنا، داو المنتخب ديالهم المسجد الأكبر، وخا المسجد مسدود ما كيصليوش فيه، داو الدراري ديالهم صلاو فيه. هادشي كامل حتى تأكدوا بلي غادي يلعبوا مع المنتخب المغربي، عطاح عليهم الإيمان وفتحوا الجامع، ومن بعد داو الدراري للقشلة وكأنهم غادي للحرب. أما المنتخب المغربي فهو استعاد المباراة بالشكل المطلوب، والنتيجة كانت على الميدان 3-0 مع الرأفة، حيث كان بإمكان المنتخب المغربي تسجيل أكثر من 3 أهداف لولا التصرف أغلب الأحيان. إذن تأهل المنتخب المغربي المربع الذهبي وفي نفس الوقت لنهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة، تأهل مستحق بعد سحق المنتخب المضيف للبطولة وبثلاثية كاملة. هنيئا المنتخب الشاب، فعلا شرفتمونا. نتمنى الفوز بهذه البطولة من الأرض الجزائرية. إذا مباراة كانت جميلة من المنتخب الجزائري، كانت الروح الرياضية سائدة طوال أطوار المباراة رغم التدخلات من الجانبين، لكن كانت الروح الرياضية، وهذا ما نتمناه دائما في الديربيات العربية. إذا هنيئا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. إذا كنتمناو إن شاء الله الفوز بهذه البطولة هذه، ولما لا، لأنه مازال كيبان غير منتخب السنغال هو اللي قاصح في البطولة كاملة. إذا بالتوفيق منتخبنا الشاب الصغير، يعني شرفتونا هذا النهار.